السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا la communication et actes de langage اللي عندكم في l'unité 6 la page 168. غادي نشوفوا الصفحة 168. عندكم فيها deux situations. Alors, غادي نخدموا على لا سيتوياسيون الاولى اللي طلبوا منكم باش تعاودوا على ان سوفونير او بلو بريسيزامون عطاكم باش تكتبوا على ان فواياج. alors نقراو لا سيتوياسيون. عندكم tu es parti en voyage avec ta famille وقال لكم que tu as passé 12 واحد لا سيمين في ان كامبينغ فين في إفران. غادي تعاود على لو سيجور ديالك وغادي تعاود على الاماكن اللي زرتي. Voilà, alors on va vous trois images qui vous permettent de vous aider. Sinon, il faudra que vous vous en c'est pas la peine. Alors, on va commencer. Voilà, comme je vous ai déjà dit, je vais vous donner le texte. Je vais mais je vais vous donner ce que vous pouvez vous faire pour vous aider le texte de vous. شنو يمكن لكم تكتبوا في العرض وشنو يمكن لكم تكتبوا في الخاتمه. سي بون، غادي نعطيكم مقدمه فيها ثلاثه ديال المقدمات باش كل واحد فيكم يكتب وحده ولا كل واحد فيكم يختار المقدمه اللي عجبته. سينو غادي تحاولوا تبدلوا شويه في لو ستيل ديال ليكريتور حيت التلميذ ديال السادس ولا ديال التاسعه فوار ميم ديال البكالوريا ما غاديش يقدر يكتب بحال هاد لو ستيل هذا. سي بون، الو غادي نعطيكم غادي تستعنوا بهم وغادي تحاولوا ديروا مجهود اكثر وتكتبوا شي حاجه من راسكم. سينو حاولوا تغيروا شويه من هادشي اللي كتبت لكم. الو في المقدمه تقدروا تقولوا ك إفران surnommée la petite Suisse est une ville d'envergure internationale située dans le Moyen Atlas. الو هنا غادي نديروا مقدمه مثلا على إفران، قلنا ك إفران هي واحد المدينه إفران surnommée la petite Suisse surnommée كتلقاو فيها surnom c'est-à-dire l'ism li ki titlaq aliha kanqoulou liha la petite suisse c'est-à-dire suisra sghira mathalan halach hitach kitih fiha tlj est une petite ville ya wahed medina sghira d'envergure internationale c'est-à-dire l'extension dialha ou la kiyjiou liha nnas men barra dial hada ou la andha wahed l'importance ou wahed l'ahmiya alamiya située dans le moyen atlas fin jat جاتنا في الاطلس المتوسط كاينه في المغرب. هذه مقدمه الاولى. سينو تقدروا تكتبوا في المقدمه الثانيه إفران est une ville propice à des vacances au week-end en famille en été comme en hiver. إفران voilà هي واحد المدينه propice. شنو هي propice؟ propice هي مناسبه. كنقولوا un endroit propice هي واحد المكان مناسب. alors إفران est une ville propice إفران هي واحد المدينه مناسبه à des vacances, العطلة ou week-end. alors week-end هي كلمة باللغة الإنجليزية c'est-à-dire المعنى ديالها week هو الأسبوع و end هي النهاية. weekend يعني في نهاية الأسبوع تقدروا تدوزوا إفران تقدروا تدوزوا فيها العطلة ولا تقدروا تدوزوا فيها السبت والحد اللي عندنا حنا هو نهاية الأسبوع. en famille en été comme en hiver يعني تدوزوا فيها العطلة مع العائلة ديالكم en été comme en hiver. été هو الصيف. voilà هنا خصكم تكونوا عارفين لي 4 سيزون خصكم تكونوا عارفين الفصول أربعة. on passe دابا l'introduction الثالثة اللي تقدروا تكتبوها حتى هي. alors il semble incroyable qu'au Maroc on puisse trouver une ville si différente des autres. elle est entourée d'arbres et ne présente pas le côté désertique de beaucoup d'autres. شنو المعنى ديال هاد المقدمه؟ il semble incroyable يعني شي حاجه ما كتصدقش ولا شي حاجه اللي كتكون غير طبيعيه. مثلا كوماروك في المغرب on puisse trouver une ville si différente des autres. الاغلبيه ديال المدن في المغرب كتكون فيهم الشمس يعني لا بلوبار ولا لا ماجوريتي كتكون فيهم الشمس ودرجه الحراره كتكون عاليه شويه. إفران هي واحد المدينه اللي مغايره على المدن الاخرى ديال المغرب. elle est entourée d'arbres et ne présente pas le côté désertique de beaucoup d'autres. c'est-à-dire شنو؟ elle est entourée d'arbres هي دايره بالاشجار
ou كيطيح فيها التلج ne présente pas le côté désertique. Alors, l'arabie ديال المدن اللي في المغرب فيها واحد المناخ صحراوي سورتو في الجنوب. فوالا وما كيكونش كيطيح فيها التلج وكيكون فيها غالبا الشمس وما كيكونش فيها الأشجار وما كيكونش فيها الربيع. هذا هو المعنى ديال الانترودكسيون الثالثة. تقدروا تختاروا واحدة من هذيك من هاد الثلاثة كمقدمة وتكتبوها، وتقدروا تزيدوا ولا تنقصوا شي حاجة في هذا الشيء اللي مكتوب. غادي نشوفوا دابا لو لوجمون، غادي نشوفوا فين سكنتوا ولا فين نزلتوا. طلبوا منكم هنا كو انكم مثلا دوزتوا اون سيمين دان ان كامبينغ. كامبينغ هو واحد المخيم. الو غادي نشوفوا شنو يمكن لكم تقولوا. تقدروا تقولوا كو اون سيت انستالي دون ان نوفو كامبينغ ا افران، استادير اون سيت انستالي هي استقرينا ولا نزلنا في واحد ان نوفو كامبينغ، واحد مخيم جديد. كونتريرمون اون مونيسيبال، كونتريرمون عندكم فيها كونترير. شنو هي كونترير؟ استادير العكس، على العكس ديال لو كامبينغ مونيسيبال، يعني الكامبينغ ولا المخيم البلدي. il était ouvert toute l'année، يعني هذا المخيم هذا اللي نزلتوا فيه نتوما ولا هذا لو كامبينغ اللي نزلتوا فيه كيكون محلول العام كامل. et avec toutes les commodités d'un camping international، وفيه كاع المعايير ديال ان كامبينغ انترناسيونال، استادير دولي. كنقولوا ناسيونال شي حاجه، ناسيونال شي حاجه وطنيه، وانترناسيونال شي حاجه اللي كتكون دوليه يعني برا ديال المغرب. كنقولوا شي حاجه داخل المغرب اللي ناسيونال، وانترناسيونال شي حاجه برا ديال المغرب. كما كنقولوا لا كارت ناسيونال مثلا، لا كارت ناسيونال هي البطاقه الوطنيه كتثبت الهويه ديالك هنا في المغرب. سي بون. alors il y avait deux piscines dont une était couverte et chaude. وهذا الكامبينغ هذا مثلا اللي نزلتو فيه هنا كتعطي واحد شويه ديال لا ديسكريبسيون، كتهضر على الكامبينغ اللي نزلتي فيه. تقدر تقول كو كانوا فيه دو بيسين، كانوا فيه جوج ديال المسابح، اللي وحده فيهم كانت الماء ديالها كان سخون وكانت مغطيه. فوالا هنا غادي نكونوا هضرنا على السكن. غادي ندوزو دابا نشوفو شنو هما الاماكن اللي زرتو. الوغ الاماكن اللي زرتو غادي نعطيكم عاوتاني جوج ديال النصوص ولا جوج ديال فولو، جوج ديال النصوص. مثلا لي ليو فيزيتي تقدروا تكتبوا ك اون ا فيو لا سيليبر سكولبتور دو ليون اي اون ا ادميري لي ميزون او توا ان بونت بور لي شوت دو نيج ايفيرنال. لي ليو فيزيتي الاغلبيه اللي كيمشي لافران كيشوف كاين واحد السبع تما، واحد السبع منحوت الاغلبيه كيتصور معاه. الوغ تقدروا تقولوا باللي شفتوا هذا فوالا اون ا فيو لا سيليبر سكولبتور دو ليون، شفنا ديك السكولبتور هي فوالا نحت واحد السبع منحوت سيليبر هي مشهوره. اون ا ادميري لي ميزون او توا اون بونت. الوغ شنو شفتوا؟ قلنا باللي افران كيطيح فيها الثلج، و اي مدينه كيكون كيطيح فيها الثلج البني ديالها ولا الديور ديالها كيكونوا مختلفين على المدن اللي ما كيكونش كيطيح فيهم الثلج، بحال دابا كازا ولا مراكش ولا اكادير طنجه اي مدينه ما كيطيحش الثلج. وكتلاحظوا باللي الديور كيفاش مبنيين عادي، يعني فيها برومي ايتاج دوزيام ايتاج والسطح تيكون بني عادي. باغ كونطخ في افران الا مشيتو ليها ولا ما عمركم مشيتو ليها ولا الا كنتو كتفرجوا في التلفزه كتلقاو البني ديال مثلا الديور في برا كيكونوا الفوق ديالهم بحال داير بحال شي مثلث. الوغ اي فرنسا لا ميم شوز، فيها الديور بحال هكاك لي تو لي ميزون او توا اون بونت. هاد او توا اون بونت لو توا هو السقف ولا هو الفوق ديال لي ميزون، يعني كيكون اون بونت. اون بونت بحال شي مثلث، يعني علاش؟ باش ملي كيطيح الثلج كيهبط وكيزلق كيهبط لتحت ما كيبقاش فوق هذا. فوالا هاي درت لكم اون بارونتيز بور لي شوت دو نيج ايفيرنال، على حسب الثلج اللي كيطيح. à proximité يعني قريب من فين كاينه هذيك لا سكولبتور ديال لو ليون se trouve l'attraction principale c'est la forêt des sages. alors في افران معروفه واحد لا فوري تما كاينين فيها القروده. on est entré alors غادي تقولوا بلي راه دخلتوا لهذيك لا فوري dans les bois à pied ولا دخلتوا مثلا بالرجل، وتقدروا تدخلوا كاينين لي شوفو تما. on était entouré de macaques. macaque هو واحد النوع ديال القروده. فوالا nous demandons des arachides et du maïs soufflé.
اشنو الناس مثلا فاش كيمشيو للافران وكيشوفوا القرده ما كيعطيوهم سوا الماي السوفلي الماي هي الذره ديك الذره اللي كتكون اللي كنسميوها حنا البوب كورن واللي كنقولوا لها القليه هذاك هو الماي السوفلي ولا دي زغاشيد اغاشيد هو كاوكاو اللي كيكون مازال بالقشره ديالو سي بون الوغ كاوكاو كنقولوه لي زغاشيد لو فروي ديالها الوغ كاوكاو هو لو فروي ديال هاد الاغاشيد اغاشيد شنو هما هو كاوكاو اللي كيكون مازال بالقشره ديالو تيكون فيه واحد هنا وواحد هنا سي بون غتكونوا تخيلتوه وعرفتوه فوالا تقدروا تقولوا هاد الاولى اللي كتبت لكم الا كتبتوا هادي راه سي ديجا بحال كتعاودوا كلشي راكم غتكونوا هضرتوا على لا ستاسيون باردون غتكونوا هضرتوا على لا سكولبتور وغادي تقولوا غادي تكونوا هضرتوا على حتى لا فوري ديال لي سانج سينو تقدروا تكتبوها الثانيه وتقولوا لا فيل دي فران بوسيد اون بلاس ا بروكسيميتي دو جاردان محمد 5 كي سون دوت لو ليو اي ليكون لو بلو فوتوغرافيي بار لي فيزيتور Connu comme le lion d'Ifrane, il s'agit d'une sculpture en pierre anonyme datant de la Seconde Guerre mondiale. Hna, علاش كنهضروا هنا كنهضروا في هاد الثانيه كنهضروا على كنهضروا عاوتاني على داك السبع اللي كاين تما اشنو لا فيل ديفران بوسيد اون بلاس ا بروكسيميتي فوالا واحد لا بلاص قريبه من الجرده ديال محمد الخامس كي سون دوت يعني هي اللي بلا شك واحد البلاصه اللي كيتصوروا فيها كاع الناس اللي كيمشيو لإفران يعني اي واحد كيمشي لإفران كيمشي حدا داك السبع وكيتصور هذه معروفه كونوي كوم لو ليون ديفران معروف داك السبع معروف فوالا لو ليون ديفران يساجي دون سكولبتور اون بيير هي واحد السبع منحوت على الحجر ولا دات ديالو يعني من امتى داك السبع كاين تما من لا سيكوند غير مونديال شنو هي سيكوند غير مونديال سيكوند هي الثانيه غير هي الحرب ومونديال شنو هي العالميه يعني هذاك السبع كاين تما من الحرب العالميه الثانيه فوالا ندوزو دابا شنو يمكن لينا نشوفو تقدروا تهضروا بغيتوا تهضروا على لا ريفير ديال افران تهضروا عليها سينو سي با لا بين الوغ هنا كيبقى لو شوا ديالكم بغيتوا تهضروا على السبع بغيتوا تهضروا على لا فوري بغيتوا تهضروا على لا ريفير هنا لو شوا كيبقى لكم نتوما شنو غادي تختاروا ولا تقدروا تقولوا كو فوز افي فيزيتي هنا عاوتاني غنعطيكم جوج ديال الجمل ولا جوج ديال النصوص تقدروا تقولوا كو اون ا فيزيتي اون ريفير ابلي عين فيتيل هاد العين تاهي كاينه في افران ومعروفه تما elle est la principale rivière de la région et ravitaille une grande partie des montagnes et vallées aux airs alpins alors غادي تقولوا بلي زرتوا هاد لا ريفير elle est la principale rivière هي لا ريفير الرئيسيه تما في لا ريجون ديال إفران et ravitaille شنو هي ravitaille alors كنقولوا ravitaille هي كتزود الى ravitaille une grande partie des montagnes هاد لا ريفير هادي هي اللي كتزود واحد جزء كبير هي اللي كتزود واحد الجزء كبير من لي مونطاني من الجبال اللي تما غافيتاي مثلا نعطيكم باش تعقلوا على هاد الفعل هذا غافيتاي كنقولوا مثلا كو مول حانوت كو لي بيسي ولا مول حانوت غافيتاي شان غروسيست يعني مول حانوت كيتزود ولا كيمشي كياخذ السلعه ديالو من عند ان غروسيست من عند واحد مول الجمله الوغ سو غافيتاي عقلوا عليها ولا غافيتاي هي كتزود Alors, Nostani, on a apprécié le cours de la rivière nommée Ain Vitel, au nord de la montagne de la ville d'Ifran, une rivière d'eau très propre qui serpente les cèdres et les sapins de cette région. Voilà, Nostani, Nashfna a dit que l'Ain, au nord de la montagne de la ville, le nord, Washamel, Yanni, le Kinef, le Fouk, la montagne, le Fouk, le Jibel, une rivière d'eau très propre, a dit que la rivière, Yanni, fait Helma. نقي بزاف كي سيربونت لا سيدر سيربونت غتلقاو هنايا عندكم سيربون ولكن المعنى ديالها يعني على شكل سيربون يعني لا ريفير كدوز من اون ريفير دو تري بروبر كي سيربونت لي سيدر لي سابان فوالا اللي كدوز من حدا هذوك الاشجار وهي نازله من لا مونطاني كاسكاد دو ريفوج تقدروا عاوتاني تقولوا بلي زرتوا هاد لي كاسكاد دو ريفوج فوالا شنو يمكن نقولوا نقدروا نقولوا كون ا فيزيتي سيت فوري دو مويان اطلس Les Homa les cascades de refuge qui se trouvent à 10 km de la ville d'Ifren. Les cascades de refuge sont à 10 km à l'Amdint Ifren vers Sidi Abslam Zawiya. Voilà. Je vais vous dire que Sidi Abslam Zawiya
c'est un endroit magnifique. هنا كتوصفوا هي واحد البلاصه ولا هو واحد البلاصه زوينه avec des petites chutes d'eau. Alors les cascades هنايا les cascades على فكره هما شلالات avec des petites chutes d'eau. Voilà, كاين واحد شلال هو معاليش بزاف هاد لي كاسكاد دو ريفوج, يعني شلالات معاليش بزاف ما كيبداوش من الفوق مي moyen, voilà, هما هابطين شويه. Encore plus agréable durant les années humides quand il y a plus d'eau. كنعرفوا بلي الشلالات كيكونوا ولا كيكونوا زوينين ملي كطيح الشتاء ولا ملي كتكون الشتاء في المدينه. وتقدروا تقولوا بلي طلعتوا لميشليفن. الوغ اي واحد كيمشي لإفران ضروري ما كيمشي لميشليفن, ماشي ضروري, ميشليفن هي ما بين البلايص اللي كيتزاروا فاش كيمشيو الناس لإفران. ميشليفن كيمشيو الناس باش كيديروا فيها التزلج. هنا تقدروا تهضروا عاوتاني على ميشليفن, تقولوا ا ميشليفن tout le monde était heureux, كلشي كان فرحان. اون ا تروفي لو ماتيريال دو سكي بور توت لي تاي اي لي كاتيجوري. الوغ فاش في الدخله ديال ميشليفن تما فين كيديروا الناس التزلج, فوالا كيف ما قلت لكم واحد الجبل كيكون عامر بالثلج, في الدخله الناس كيكريو الماتيريال ديال السكي. كتقدر تكري تما الماتيريال باش كتلعب السكي. Nous avions fait, تقدروا تقولوا que nous avions fait une jolie balade à ski de fond en famille sans guide. Voilà, c'est-à-dire لعبتوا السكي. La station, هنا غادي توصفوا شويه la station. غادي تقولوا que la station dispose de pentes très douces favorables aux essais des débutants. C'est-à-dire avec la station ديال السكي ديك البلاصه فيها de pentes très douces. Les pentes كنقولوا une pente بحال شي حاجه كتكون مايله بحال هكا, هذيك اللي كنقول لها لا بونت. تخيلوا معايا بحال دابا كنتو فشي ضرب ولا فشي زنقه ولا شي شانطي وغادي مايل, سي سكون ابل لا بونت. هذيك البلاصه فيها اون بونت تري دوس, تدير واحد لا بونت خفيفه فافورابل مزيانه للناس اللي يلاه باغيين يتعلموا السكي. اي دوتر دو دينيفيلاسيون بلوز او موان فورت سوفران او سكيور اكسبيريمونتي. وكاينين بلايص اخرين اللي على حساب الناس واش كيعرفوا يلعبوا السكي ولا ما كيعرفوش, استاجي على حساب لي نيفو لا ديفيرونس ديال لي نيفو ديال الناس. سي بون, الوغ هكا غادي نكونوا هضرنا على مدينه ديال افران وهضرنا حتى على البلايص اللي ممكن لكم تزوروا. غادي تشوفوا نتوما تاخذوا شويه من هنا وشويه من هنا وتبدلوا شويه في الاسلوب وديروا ان افور باش تكتبوا ان تيكست ديالكم. اي با فوالا, كوم سا غادي نكونوا وصلنا للنهاية, وصلنا لفان ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى من الله أنني نكون فتكم وتكونوا استفدتوا. إلا كان عندكم شي سؤال ولا كان عندكم شي ملاحظة تقدروا تخليوها لنا في لي كومونتير.